السلام عليكم. سخروا منها لأنها تشبه حورية البحر، لكن شاهد كيف أصبحت بعد 5 سنوات أدهشت الجميع. ولكن فضلاً وليس أمراً، لا تنسى اللايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمون بهذا المقطع، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. ولدت هذه الطفلة الصغيرة بحالة غريبة في جسمها، وهي الحالة الثالثة في العالم بالكامل التي ولدت وهي ملتصقة القدمين، حيث يشبه شكلها شكل حورية البحر الخيالية التي نسمع عنها في القصص الخرافية وغيرها. إلا أن هذه الطفلة هي طفلة حقيقية، وحالة شفائها وعلاجها أغرب وتثير الدهشة، لا سيما بعد الانتقاد والسخرية التي تعرض لها بسبب حالتها النادرة جدا. حيث بعد أن ولدت هذه الطفلة تعرضت لانتقادات شديدة، وكلما ينظر لها يقول: ما هذه الطفلة الشيطانية الغريبة، إنها تشبه حورية البحر المفقودة. وتعرض الأب والأم لسخرية كبيرة، وكانت حالتهما النفسية سيئة جدا بسبب انتقاد الناس للطفلة. كان حلم الأب والأم أن ينجبوا مولود جميل، حيث أن الأم ظلت حوالي 8 سنوات تريد أن تنجب طفل، ولكن كانت الفتاة عقيمة، حاولت بكل الطرق أن تنجب ولكنها فشلت. ذهبت إلى أطباء كثيرة وأطباء كبار وأجرت الكثير من العمليات، وبعد كل هذا لم تنجب أطفال أيضا، والأطباء أيضا لم يعرفوا سبب تأخر الإنجاب. وبعد انتظار الفتاة 8 سنوات بدون إنجاب، رزقها الله بهذه الطفلة المشوهة التي تشبه حورية البحر. وبعد كل هذه المعاناة التي امتدت ل8 سنوات، يتعرض الأب والأم لسخرية كبيرة بعد إنجاب هذه الطفلة التي تشبه حورية البحر. لذلك دخل الأب والأم لحالة نفسية ظلت حوالي سنة بعد إنجاب هذه الطفلة. وذهب الأب والأم لأطباء كثيرة لمعرفة سبب هذا الشكل الغريب لطفلتهما، وكانوا يريدوا أن يقوموا بعملية جراحية مهما كانت لتصلح شكل الطفلة، ولكنهم فشلوا في هذا الأمر. ذهبوا كثيرا إلى أطباء تجميل، ولكن كان الأمر شبه مستحيل لأن الأعضاء التناسلية للطفلة لم تكن موجودة، فكيف سيقوم الأطباء بعمل هذه العملية؟ وأن التصاق قدم الطفلة كان التصاق كبير، وهذا يؤدي إلى عدم إجراء عملية جراحية بسهولة بسبب صعوبة مكان التصاق الأرجل. وبعد البحث كثيرا عن طبيب تجميل يقوم بهذه العملية، وجدوا في النهاية طاقم من الأطباء المتفوقين والذين قاموا بدراسة حالة الطفلة العجيبة، وقال لهم الطبيب: سأقوم بعمل عملية سريعة لهذه الطفلة وأن كل شيء على ما يرام. شعر الأب والأم بشعور رائع وشعور أن الأمل يقترب منهم بعد السخرية الكبيرة التي تعرضوا لها، حيث قال لهم الطبيب: من الضروري إجراء عملية جراحية في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن عظام الطفلة ما تزال في النمو، وذلك بعد الولادة بفترة قصيرة حتى تتمكن العظام من أخذ مكانها وتنمو بشكل صحيح. ولحسن الحظ وذلك بفضل الله وفضل الأطباء الذين سهروا على هذه الطفلة وعلى علاجها، تمت العملية بنجاح، حيث تم فصل ساقيها دون أي مضاعفات تذكر. ومع ذلك فالعملية لم تقف هنا فقط، بل كان عمل الأطباء مستمر إذا اضطر لإعادة بناء جزء من الجهاز الهضمي للطفلة ومسالكها البولية والجهازات التناسلي. فبعد هذه العملية الكبيرة تحسنت حالة الفتاة وبدت طبيعية بشكل كبير، لا سيما إنها تمتاز بالحيوية والنشاط والبهجة، وكل من رآها لم يصدق أبدا إنها كانت ملتصقة الساقين. فرح الأب والأم كثيرا بالطفلة لأنها أصبحت فتاة بشكل طبيعي، ولم تقوم العملية بتغيير أي شيء في الفتاة. فسبحان الله، قد كافأ الله الأب والأم بعد انتظارهما 8 سنوات بدون إنجاب، سبحان الله. دخل متسول إلى أحد المطاعم فرفضه الجميع، ولكن عندما علموا من هو شاهد ماذا حدث، لا شك أن حياة أي شخص يمكن أن تتغير بين دقيقة وأخرى. هذه هي حال ماريا. ماريا شابة نادلة تعمل في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، تغيرت حياتها بالكامل بعدما حضر شخص متشرد إلى المطعم الذي كانت تعمل به. بالتأكيد أنت متشوق كثيرا لتعرف من هو هذا الرجل الذي ممكن أن يغير حياة شخص آخر إلى الأبد. دخل هذا الرجل المتقدم بالعمر إلى المطعم وكان يعاني من صعوبة في المشي، وكان يرتدي بدلة مصنوعة من قماش خشن. جلس على منضدة في وسط المطعم بين نظرات الناس المرتكزة عليه، وكانت كلها نظرات ازدراء، وكانوا يهمسون بعضهم البعض قائلين: ما هذا وماذا يفعل هذا الرجل المتشرد هنا؟ لكن عندما اقتربت منه ماريا لتسأله عن طلبه،
تغير كل شيء في لحظة. سألته الفتاة الشابة عن طلبه بابتسامة جميلة كأي زبون عادي يدخل المطعم. وعلى الرغم من اعتراض باقي الزبائن من تواجد ودخول هذا المتشرد إلى المطعم والشكوى من تواجده هنا، اقتربت منه ماريا قائلة: اسم ماريا، ماذا تريد حضرتك؟ إذا أردت أي شيء فأنا سوف أحضره لك. لطف ماريا وطريقة كلامها الودودة كانت مبالغة فيها، مما جعل وجه الرجل يتغير في الحال. لأول مرة منذ زمن بعيد يقوم أحد بمعاملته كإنسان وبطريقة محترمة وليس بطريقة سيئة ونابية. سمح مدير المطعم للمتشرد أن يظل بالمحل، ولكنه حضر ماريا قائلا لها: إن لم يكن لهذا الشخص نقودا ليدفعها سوف أخصمها منك. ولكن لم يهمها الأمر، وليكن ما يكن، ردت عليه بابتسامة: أن تتناول وجبة دافئة لن تكلفك الكثير. طلب هذا الرجل وجبة إفطار تحتوي على فطيرة وبيض وقهوة. اقتربت ماريا من الطاولة وقالت: لا تقلق بشأن الحساب، فأنا سأدفع عنك الحساب. وكانت عينيها مملوءة بالدموع، وهنا شكرها الرجل وهو يميل برأسه وأفرغ شرابه وهم بالانصراف. وهنا تفاجأت ماريا كثيرا، لأنها عندما اقتربت من الطاولة ورفعت الطبق وجدت تحته ورقة $100 ورسالة صغيرة مكتوبة على منديل، وكان مكتوب عليها: عزيزتي ماريا، أنا أحترمك كثيرا، فأنت فعلا إنسانة محل احترام وتبجيل، وهذا واضح جدا من طريقة معاملتك مع الآخرين، فأنت مدركة معنى السعادة السرية والحقيقية، إشاراتك ونظراتك الطيبة لمن تعرفي ومن لا تعرفي. أعبر لك عن خالص إعجابي بك وشكرا لك على الإفطار، ولكن أشكرك أكثر على لطفك وابتسامتك. كانت الورقة $100 غير مهمة، لا من قريب أو بعيد، لأن في الحقيقة كان هذا الرجل هو صاحب المحل متنكرا في شكل متشرد لكي يرى كيف يعامل موظفي الناس والزبائن باختلاف مناظرهم وأشكالهم. وبعد مرور أسبوع تم ترقية ماريا ومدحت كثيرا من قبل مديرها. نعم، بهذا العمل البسيط المليء بالطيبة يمكننا جلب الكثير من السعادة والراحة والرضا لحياتنا بأكملها. لا تحكم على البشر من شكلهم، فليس لديك الحق في الحكم على الآخرين، فمن الأفضل أن تساعد الناس بما يحتاجون لنعمل سويا لعالم أفضل. أراد ترامب أن يقوم بعمل تجربة اجتماعية في هذا المطعم. بالتأكيد رجل بهذه الأهمية لم يتناول الطعام وسط الزبائن، حيث أن ترامب له غرفة خاصة له في المطعم الخاص به يتناول فيها الطعام الخاص به كل يوم، ولكن ترامب قرر أن يقوم بعمل تجربة اجتماعية وقرر أن يتناول هذه المرة وجبة الغداء وسط الزبائن، وكان ردة فعلهم صادمة طوال فترة الغداء كما يظهر بالصورة. شكرا لكم على متابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.